اليوتيوب النقابه للاسف ملهاش سيطره عليه، ومش احنا بس، جهات كتير جدا، وده اللي بيخلي اي حد ممكن يعمل فيديو في البيت ويطلعه على النت على طول، يرفعه من غير الرجوع لينا. ودي المفروض ان شاء الله هنناشد البلد الايام اللي جايه نحاول يكون لها سيطره، مش عشان دور النقابه وبس ان هي بتحمل الفن في البلد، لا يعني، لان اوقات في فيديوهات بتبقى بذيئه، او حد بيرقص او حد بيغني، او يعني ممكن يبقى فيها اساءه عامه حتى في اللبس او المظهر او المكان، وده مش المفروض انه يدخل بيوتنا. لان حضرتك عارفه ان اليوتيوب والسوشيال ميديا وكل زي التلفزيون بالظبط، بيدخل كل بيت عن طريق التليفون، وبقى يطلع لك حتى من غير ما انت تطلبي، المواقع دي بتلاقيها قدامك، فتلاقي حد بيرقص او حد بيغني، او طبعا حاجه مشينه جدا. لكن للاسف النقابه ملهاش سيطره، ويمكن وجهات كتير جدا غير النقابه ملهاش سيطره خالص على اللي بيعمل فيديو ويرفعه. لكن بالنسبه للمهرجانات، هو مش استاذ هاني استاذ، يعني ده قرار مجلس اتاخد، وانا بنفسي اللي مضى على القرار كرئيس لجنه العمل، لان احنا بنطبق قانون. هو الناس فاهمه الموضوع غلط، انا مش مانع المهرجانات عشان هي حلوه ولا وحشه، يعني ما دام ليها جمهور بيسمعها فالجمهور حر بيها، لكن كل اللي احنا طلعنا بينهم القرار باساميهم مش اعضاء عندي في النقابه. فالقانون 35 سنه 78 وتعديلاته ل 2003 بتنص ان اللي هو بيغني في الحفلات لازم يكون عضو عامل او منتسب عضو يعني في النقابه او معاه تصريح، وهم ما تقدموش بده. في بعض منهم بدون ذكر اسماء دخل اللجنه الاخيره وسقطوا، فتلقائي انا مش هطلع لك تصريح ازاي. الفنان محمد رمضان عضو عامل في نقابه التمثيليين، وفي اتحاد النقابات الثلاثه اللي هو بيرقصوا المخرج عمر عبد العزيز، اساسا المفروض ان في بروتوكول ما بيننا ان المطرب ممكن يغني بعد اخذ تصريح من النقابه الثانيه، زي ما انا عندي نجوم كتير قوي مثلت وخدوا تصريح من نقابه التمثيليين. فهو ما تقدم كان الموضوع بالنسبه له مش في دور الامتحان، على اساس ان هو عضو عامل في النقابه، ودكتور اشرف زكي بنفسه طلب ان هو يعني لانه عضو عنده انه هنطلع له التصريح ده، والنقابه اديته تصريح بناء على ده. لكن طبعا لما طلع بالمشهد اللي هو يعني اساء لناس كتيره، او الشو اللي عمله والراقصين ما كانش عاجبهم قوي، كان حصل هجوم على السوشيال ميديا. من هنا استاذ انا لما اتكلم معاه قال له ما ينفع الحفله الجايه تبقى بالمنظر ده، وهو يعني وعد ان هو مش هيكون فيه اللبس ده او الشكل اللي ضايق الجمهور، وقبل ما يضايق النقابه.